علاقة سامة فيها طرفين، طرف اللي هو الشخص السام المسموم الشخص السام والشخص الضحية. ماشي نفس المعنى بالعامية كيما احنا نقولوا واحد مسموم. لا 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 ماشي كيف كيف. لا لا ماشي كيف كيف. مسموم حقود حب الكرة الأخضر حاجة أخرى. العلاقة السامة هي اللي تخلي الفرد الضحية تخلي دائما في قلق في توتر. الفرد اللي السام اللي يفرض نفسه على الضحية يكون يمحي له شخصيته، يمحي له الثقة بالنفس، يعيش في توتر، يخليه يعيش في قلق، يعيش دائما ماهوش مرتاح نفسيا، عنده ألم نفسي. الضحية ضحية الشخص السام دائما عنده ألم نفسي، يتحكم في كل مشاعره في كل انفعالاته، يكون زمام أمور العلاقة بيد بالشخص السام. متسلط. متسلط نعم. يخلي يحب يحبس العلاقة يحبسها، يحب يواصل في العلاقة يواصل، يتحكم فيه في مشاعره، يخليه ما يشوفش أصلا الحقيقة. تلمو اللي يكون للشخص الضحية تابع للشخص السام، يخليه دائما في تبعية، هو اللي يحب، هو اللي يتحكم في كل مجريات حياته. يعني يتملكه. يتملكه أكيد، يعطي يقع عنده محو الشخصية، محو الثقة بالنفس، يولي عنده تقدير الذات منخفض جدا. هذا الشخص دائما في تبعية للشخص السام. هي شاعت هذا المصطلح كثير، علاقات سامة اللي سبب لي العلاقة السامة هي تسبب الألم النفسي للشخص الضحية، ألم نفسي كبير يأثر له على حياته اليومية، على صحته النفسية، على الصحة الجسدية، يلحق حتى الإيذاء النفسي. لكن في كيفاش نتعاملوا مع العلاقات السامة؟ ما بين نفرقوا على درجة قرابة الشخص. بار اكزومبل حنا عندنا مثلا المشاع في وسائل التواصل الاجتماعي، زوج وزوجة بيناتهم علاقات سامة، طلقيه علاقتك سامة معه، طلقيه علاقتك. يوجد انه نصححوا هذيك العلاقة، حل يعني الحل. نعم نرجعوها علاقة صحية. هذه في حل. كاين حل ثاني ما نقدرش نرجعوها علاقة صحية، ننهيو العلاقة ونقطعوها.